السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معاكم بعجينة ديال الرغايف، يعني ديال المسمن. غنعدلو واحد الشهيوة اللي كتجي على هذا الشكل الرائع. بقاو معنا تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. هنايا في هذا الإناء، بسم الله على بركة الله، كنعملو جوج سليفات ديال الطحين بالفرص، وعندي هنايا جوج معالق ديال السكر ومعلقة واحدة ديال الملح. كنخلطهم مزيان بالماء دافي، كنخلطهم بالمعلقه مزيان حتى كنشوفوا القياس ديال الماء اللي يعني اللي غنحتاج. هاد العجينه كتجي خفيفه، في الاول كنعجنوها خفيفه مزيان، كنجمعوها كامل، يعني العجين ديالو يجي خفيف في الاول، ومن بعد كنرجعوا نجمعوه بالدقيق حتى كيقصح. دابا نجمعوا الدقيق ديالنا كامل، معلقه خشبيه، نشوفوا كباقي تما الدقيق في الاناء انتحيت، يعني كنزولوا الملعقه. دابا كنخدموا بيدنا باش كنجمعوا العجين ديالنا وكنعجنوها واحد شويه، اما بيد ما تجمع لينا العجينه كنعجنوها وهي خفيفه، كنعجنوها وهي خفيفه. دابا غنحيدوها وغنحطوها على سطح العمل بعد ما كنرشوه بالدقيق، وحنا نحاولوا يعني ندلكوا العجينه ديالنا، غير كنجمعوها وندلكوها واحد الشيء يعني واحد شويه بحال العجينه ديال المسمن. ندلكوها مزيان، ودابا نقطعوها القياس اللي بغينا، يعني الحجم ديال الكويره ديال المسمنه ديالنا. بعد ما سليناهم كنكوروهم كاملين بالدقيق، يعني هادو كاملين كنكوروهم بالدقيق، ما كنستعملش الزيت في هاد الاثناء حتى كنساليو العجينه ديالنا كامله. كنكوروها وكنديروها في الصينيه ولا في البلاطو، بعد كنعملو على السلوفان او لا اي بلاستيك غذائي عندنا باش كطرحها. كما كتشوفوا عندنا هنا البصله مشلضة، وعنا قزبر ومعدنوس، وطحنتو مع البصلاية أخرى، وعندنا هنا كفتة نص كيلو 500 غرام، عندي هنايا سكينجبير، قرفالي، بزار، خرقوم، الملحة على حسب الخليط. ديروهم دابا نخليو حتى يتشحروا شوية حسن، وعندنا الزيت نديروهم فوق العافيه حتى كيتشحروا مزيان، عاد نضيفوا ليهم التوابل. هنا كنبقاو نشحروا البصله والكفته ديالنا ديال السكر ديال البدن حتى كيتشحروا مزيان، عاد كنديروا ليهم التوابل. وهنا كنضيف معلقه ديال السمن باش كيجي في المذاق بحال بحال التصويره، كنشحروهم مزيان. دابا غنبداو نعدلو المسمنة ديالنا، كنرشوهم دابا دقيق ديال المايزينا، يعني كنعملو نشا باش كنطلقو هاد العجين ديالنا، كنرشوهم مزيان بالنشا وكنطلقوهم حتى كنتحصلو على يعني على السمك ديالها تكون رقيقة. الاول كنبقاو نرشو الدقيق ديال النشا، وحنا كندلكوها بالمدلك، يعني كنطلقوها بالمدلك، يعني كيسهل علينا انا نطلقو هاد العجين ديالنا. بعد ما كنسرحوها مزيان القياس اللي بغينا، كنجيبو الزيت وكندهنوها بالزيت بلاصه اللي غتكون فيه الحشوه، ونخلي الحشوه ديالنا حتى كتبرد، عاد كنعمروها في الرغيفات ولا في العجين. ودابا كنعملو القياس اللي بغينا، بغينا نعملو كميه كبيره، بغينا نعملو الكميه قليله، كيبقى لك الاختيار. كنسرحو الحشوه في وسط من العجينه،
كامل. كما كتشوفوا نطلقوا العجين ديالنا يعني بنفس الطريقه، كنرشوها بالميزينا ولا النشا وكنقلبوها، يعني كنقلبوها وحنا كنديروا ليها النشا باش كنطلقوها مزيان حتى كنتحصلوا على القيس اللي بغينا. ومن بعد كنرشوهم يعني كندهنوهم بالزيت الجهه اللي غتكون فيها الحشوه. غنستمروا بهذه الطريقه كامل العجين ديالنا نعملوا له بهذا، يعني نعملوا بهذا الشكل هذا. كنرشوهم كنطلقوهم بالنشا ولا الميزينا، ومن بعد كان الجهه اللي غنديروا فيها الحشوه هي اللي كندهنوا بالزيت وكنديروا فيها الحشوه ديالنا. دائما كيبقى القياس اختياري، بغيتي تعمريها بغيتي تعملي غير شويه. وهنا الا بغيتي تضيفي ليها الجبن بغيتي تخليها هيدا بلا جبن حتى هيدا كتجي مزيانه. وغنبدا نلفوها يعني نبدا نلويو هاد المسمنات. وهنا غنحاولوا بحالي غنكرشوها شويه بحالي غنقربوهم عند بعضياتهم. دابا هادي غنحطها في الصينيه ومن بعد غنضيف عليها كما حطيتها بحال هكذا. نفس الطريقه كنعملوا الرغيفات كنعمروهم وكنديروهم كنلاقيوهم مع بعضياتهم بحال هكذا وكنقربوهم بحال اللي كنكرشوهم شويش حتى كنساليو العجين اللي عندنا كامل. ومن بعد كندهنوه بالزيت كنعملوا له الزيت واحد الكميه لا باس بها من الزيت. كندهنوه كامل بالزيت كما كتشوفوا كامله خصنا نعملوا لها الزيت ما نخليو حتى بلاصه حيت ما درنا لهمش الزيت بزاف يعني باش كيجيو هما هذوك. ودابا خلطنا واحد البيضه مع شويه الزيت، ضروري ما نخلطوا البيضه مع الزيت باش ما كتجيناش قاصحه يعني الرغيفات ديالنا يجيونا قاصحين من الفوق. بعد ما درنا لهم البيض المخلط مع الزيت كنرشوا عليهم اللوز ايفيلي واحد الكميه لا باس بها من اللوز ايفيلي، يعني كان نعمروها مزيان. وكنديروها طيب في الفران، بعد ما كطيبنا في الفران بحال هيدا كتجي طايبه من داخل ومن برا ومقرمشه يعني محمره. وكنضيف لها السكر كلاصي، هذه الخطوه اختياريه اللي بغا يديرها. انا كتعجبني هيدا كنعملها السكر كلاصي، كتعجبني بهذه الطريقه هذه. كنرش عليها السكر كلاصي كامل ومن بعد غيتشرب ما يبقاش يبان. وكنزيد نزينها بالقرفه يعني حتى القرفه كيعطيها واحد المذاق. كندوزو عليها القرفه كامل كما كتشوفوا حتى كنزينوها كامله بالقرفه. وبعد ما قطعناها نتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي مقرمشه وهشيشة العجينة ديالنا وكتجي يعني لذيذة بحال بستيلة. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقة والسلام عليكم ورحمة الله.